معنا الآن من القاهرة هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية. سيد هيثم المالح، ماذا تقول فيما يتعلق بتفنيد وزير الخارجية السوري لعمل لجنة التحقيق في سوريا؟ سيد هيثم المالح هل تسمعني؟ اهلا وسهلا، اسمعك. اهلا وسهلا، مرحبا يا اخي لك وللاخوه المستمعين، والرحمه لشهدائنا والشفاء لجرحانا. طبعا هيئه التحقيق او لجنه التحقيق الدوليه التي جاءت الى سوريا جاءت قبل، كان مقرر ان تاتي قبل ضربه صباح الاربعاء. توسيع صلاحيه الهيئه كان بعد ضربة الأربعاء، حيث اتصل كيري وطلب منهم توسيع الصلاحيات والسماح لهم بزيارة الغوطة الشرقية. أنا أريد أن أرد على موضوع الكيميائي تبع الغوطة الشرقية. يعني عدد الشهداء 1466 والمصابين 10,000. المناطق اللي ضربت هي مناطق الثوار، فهل يعقل أن الثوار يضربون أنفسهم وأهليهم؟ هذا طبعا مستبعد عقليا. اثنين، لا يوجد الثوار لأجهزة متطورة يقصفون مناطق متعددة متباعدة بآن واحد بساعة واحدة، الساعة الثالثة صباحا صباح الأربعاء قصفت هذه المناطق كلها. طبعا لا يمكن أن يقتل هذا الرقم الكبير ويصاب هذا الرقم الكبير بأسلحة عادية، يعني بالمتفجرات أو براميل البارود، لأنه ما في دم، بالتالي القتل تم بغازات سامة. هذه المسألة يجب أن تكون محسومة عقلا ومنطقا. لكن أنا دائما أقول عن السيد وليد المعلم، دائما يذكرني بالصحاف وزير الإعلام العراقي أيام صدام حسين. النظام السوري كله هو يعيب على الآخرين كذب، وهو قام بالأساس على الكذب والافتراء. طيب سيد هيثم، سيد هيثم هو قال لا تستطيع القوات السورية إزالة آثار هذه الأسلحة التي استعملت فيها المواد الكيماوية. قال إذا كان هناك من لديه دليل أن يظهره للرأي العام، هل لديكم الدليل أنتم مثلا؟ الدليل ستظهره هيئة التحقيق، لسنا نحن. هم القصف، يعني استمرار القصف على المواقع اللي قصفت في الكيميائي، هذا هو التحليل. أنا لا أعرف المسألة يعني علميا، أنا أستطيع أن أتحدث بالقانون، لكن من ناحية الكيميائية النظام قصف نفس المناطق بالمدفعيه الثقيله وبالصواريخ فيما بعد، وهذا ما يزيء اثار الاسلحه الكيماويه من على الارض. لكن الناس الذين قتلوا في الاسلحه الكيماويه ما زالت جثثهم موجوده، والهيئه التحقيق ذهبت واخذت عينات، فهي ستقدم تقريرها الى مجلس الامن حول وجود او القتل باستعمال كيماوي. اما مصدر القتل من هو، فهو هذا امر لا يجوز الاختلاف عليه، لانه لا يملك الثوار صواريخ متطوره بحيث يقصفون مناطق، عده مناطق متباعده في ان واحد ويقتلون هذا الرقم الكبير. اذا كان يدعي النظام ان الثوار يملكون اسلحه كيماويه، وهذا في يعني سبق خبراء متعددون نفوا امكانيه الفيل انها تحتاج الى صواريخ حامله، رؤوس حاملة للكيماوي والثوار ليس لديهم هذا النوع. طيب سيد هيثم، قال أيضا هذا العدوان يخدم مصالح إسرائيل والقاعدة، سيخدم الجهد العسكري لجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة في سوريا، ما هو تعليقك على ذلك؟ طيب هذا جبهة النصرة يا أخي أول ما درجها تحت قائمة المنظمات الإرهابية هو الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية كما نرى ترسل الطائرات بدون طيار لقتل الناس في كل مكان، في اليمن وفي باكستان وفي افغانستان. فهل يعقل منطقا يعني دوله تكافح منذ 11 ايلول احداث ايلول في نيويورك حتى الان ترسل وتقتل، قتلت ابن لادن في افغانستان، ثم الان والله تترك القاعده؟ القاعده يا اخي اخترقت منذ زمن بعيد، لا يوجد قاعده واحده الان، يوجد قاعده لايران ويوجد قاعده لسوريا، القاعده تبع سوريا هي اللي نقلتها سوريا من العراق الى مخيم نهر البارد، وهي التي تستعمل القاعده، وهناك قاعده لروسيا، روسيا تحضر الشيشان من روسيا ويقومون بعمل تفجيرات ويصورونها ويصورونها بالثوار. شكرا هيثم المالح رئيس اللجنه القانونيه في ائتلاف قوى الثوره والمعارضه السوريه، متحدثا من القاهره.